نستكمل معاكم إذا في أي مداخلات أو أي أسئلة هذا الموضوع، فليتفضل من يحب أن يشارك. شكرا للرئيس، وشكر ايضا الموصول لجمعيه التجمع القومي الى استاذين كريم وعلي صالح على الورقتين القيمتين. طبعا يعني ما تضمنت الورقتين، يعني هناك وضع اجتماعي يعني متراجع بشكل كبير للحياه المعيشيه، ويجب ان تكون هناك مواقف يعني واضحه وشفافه بين المجتمع والحكومه. يعني هناك نص دستوري، يعني الدستور ايضا في مواد بينت التزام القانوني للجانب الحكومي مراعاه المواطن على ان لا يقع في هذا الوضع المعيشي اللي تفضلت المتردد. الماده الرابعه تقول العدل اساس الحكم، ويتوجب على الجانب الحكومي ان يلتزم بهذا النص. مادة 13 تنص على أن يعني مراعاة السياسة الاقتصادية على أن تراعى بالعدالة الاجتماعية، وللأسف الشديد ما تضمنت الورقتين الآن العدالة الاجتماعية مقيدة في هذا المجتمع. أيضا منظمة العمل الدولية أوجدت يعني نصوصة وشعارات على أساس لا تتساقط الأفراد في أي مجتمع إلى خط الفقر، والإعلان العالمي موجود إعلان فيلادلفيا اللي ينص على أن الفقر في أي مكان يشكل خطر على الرفاه في كل مكان. إذا نحن في مجتمع الآن مثل ما تفضلتوا نصفه يعيش في خط الفقر للظروف المعيشية اللي سببتها يعني الأجور والأخفاق الاقتصادي. يعني المسار السبعينات كلنا على الأقل بينا أن هناك كان مسار من أجل الوصول إلى اقتصاد منتج، عندما أتت الشركات الإنتاجية وأتت القطاعات المصرفية والمالية وقطاع الفندقة أيضا، ولكن للأسف الشديد تراجع هذا المسار الاقتصادي اللي كنا نأمل منه على أن ينتج العمل اللائق إلى اقتصاد فقط يصب إلى فئة متنفذة في داخل هذا المجتمع. عندما تحول الاقتصاد في منتصف الثمانينات إلى الاقتصاد العقاري، يعني تضررت الأعمال الوطنية والمواطن في هذا البلد للسياسة الاقتصادية 2030. أنا يعني أشوفها الآن المتبقي لها لن تعالج هذه المشكلة. المعالجة الحقيقية لهذه المشكلة المعيشية المتردية الحوار السياسي الحقيقي والحوار الاقتصادي الاجتماعي الحقيقي. لابد من إيجاد عقد اجتماعي وعقد سياسي، يعني وهذه أيضا يعني بينها في تقرير التنمية الإنسانية للأمم المتحدة للمائي، بيّن لأهمية إيجاد دستور الحرية والحكم الصالح، وهذه بتكون يعني دورها على أن تتواجد جوانب الحكومية في إصلاحاتها، وتكون رسالتها واضحة لإشراك المجتمع من كمجتمع مدني وأحزاب الشراكة الحقيقية في الحوار من أجل تعزيز الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه البرتكزات الأساسية للنهوض الآن للوضع القائم للمستوى المعيشي المتدني. لا يمكن الآن المخرجات الوظائف هي فقط للعمالة الأجنبية ذات الأجور المتدنية والغير ماهرة. لا يوجد اقتصاد حقيقي مخرجاته للعمل اللائق، يعني هذا الآن معدومة في العشر سنوات أو الخمسة عشر سنة اللي فاتت. لذلك ما تفضل بالأستاذ علي أن هيئة سوق العمل تدفق العمالة الأجنبية الهائل وسياسة تمكين للأسف الشديد كل برامجها لم تستطع على أن تثبت، لأن البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية فرغت في قانون العمل بشكل كبير. لذلك الآن العامل المواطن يدفع الثمن في عدم الاستقرار الوظيفي في مواقع كثيرة، وأعطى لصاحب العمل بالتخلص من العامل عندما يريد إعادة الهيكلة والتقشف. إذا الحكومة الآن تريد في عملية تقشفها بعد ما
الدعم، وهذا الدعم المفروض يكون خطوط حمراء لذوي الدخل المحدود وللمتقاعدين، ولا يجب على أن الحكومة تقدم بعملية إلقاء الدعم عن ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين للظروف المعيشية ولعدم وجود الحد الأدنى للأجر. ولكن مخرجات تمكين للأسف الشديد إذا ما يكون هناك نسبة بحرنة حقيقية وفيها نسب واضحة لمخرجات التعليم والخروج إلى يعني مواقع العمل، لن تكون هناك وظائف لائقة للعمال الوطني. حتى الوظائف اللائقة إذا أتت تذهب سريعا إلى العمالة الأجنبية، وقيلت في كثير من الندوات كيف العمالة الأجنبية اللي تستلم الدينار وما فوق والمواطن محروم منها حتى لو ملك الكفاءة. إذن يعني على أساس لا أطيل في هذا الموضوع، يعني يجب أن يكون مثل ما تفضلت أنا أتفق أن الحوار العقد الاجتماعي أن يكون هناك حوار اقتصادي اجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن يسبق الإصلاح السياسي أولا، لأن المسار الاقتصادي هو تداخل عضوي مع المسار السياسي والاقتصادي. بدون إصلاحات سياسية لا يمكن يكون هناك إصلاح اقتصادي. نهضة مجتمعية بأحزابها ومؤسسات المجتمع المدني بالحكومة نستطيع على أن نعالج، ويجب إيقاف الآن مسألة إلقاء الدعم وعملية التقشف لذوي الدخل المحدود وللمتقاعدين. وشكرا. شكرا على المداخلة القيمة. في أحد يستفسر الداخل؟ تفضل. شكرا جزيلا. في الحقيقة يعني يمكن ملاحظات بسيطة لأن ما سجلت عندي النوت. فيما يخص رؤية 2030 اللي تطرق لها الأستاذ كريم، يعني هي مدخل الرؤية. شعار اللي رفعته هو جعل البحريني هو الخيار المفضل للقطاع الخاص. وفي مقدمة الرؤية كما تذكر ركزت على أن نمط الأنشطة الاقتصادية السائد حاليا في البحرين يولد وظائف للعمالة الأجنبية وليس الوظائف لائقة للمواطن. وبالتالي يعني كانت هناك في ركائز أول ما طلع مجلس التنمية الاقتصادية ثلاثة، لو الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل. اللي صار حقيقة صار عملية التفاف على التجار، يعني فرضوا عليهم الرسوم وأخذوا فلوسهم، لكن ما صار أي إصلاح للنشاط الاقتصادي. فظل الاقتصاد يولد الوظائف للعمالة الأجنبية، لكن هم يعني ما دام قبضوا الفلوس خلاص نسوا موضوع الاقتصاد. فشفنا التشوهات في الأرقام اللي تفضل فيها، أن بعد مرور 10 سنوات على رؤية 2030 لا زال العامل الأجنبي هو المفضل. ليش؟ لأن الاقتصاد هو اقتصاد عقاري، اقتصاد مضاربات، اقتصاد تجارة، اقتصاد خدمات. كل هذه الأنشطة تعتمد على الكثافة العمالة الأجنبية الرخيصة. لم يتحول الاقتصاد إلى مولد لأنشطة ذات قيمة مضافة بدورها تخلق وظائف ذو دخل كريم للمواطنين. ولذلك احنا نشوف اليوم الجاب في وزارة العمل شهريا يطلعون لنا والله عندنا 7000 وظيفة معروضة لكن عندنا عاطلين 6000. ليش؟ لأن ما في مس ماتش بين الوظائف المعروضة اللي هي كلها حق توجيهي وحق ما يحملوا شهادات توجيهي ورواتبهم 200-250، وما بين العرض اللي هم كلها خريجين جامعات ويدورون على وظائف لائقة. يعني مو فقط رواتبها جيدة، لا، يعني انت ممكن تخلي شخص ب 400 دينار، ولكن تخليه مراسل ب 400 دينار هذا اللي هو دابح روحه في الاي تي ولا في حقل معرفي معين يريد ينمي مهاراته من خلاله، هو هذا اللي يقضي على إنتاجية الاقتصاد. لما تخلي يعني تدحب على الناس تدرسهم لكن ما تستفيد من مؤهلاتهم ومهاراتهم. فرؤية 2030 خلت لي شعار ان احنا بعد في نهاية المدة راح نضاعف دخل المواطن. طبعا واضح يعني دخل المواطن اليوم قاعد يتراجع، يعني قاعد يتراجع وليس قاعد يضاعف. هاي جانب.
ملاحظات بسيطة على اللي تفضل فيها الأستاذ علي فيما يخص بالذات العمالة في القطاع الحكومي. أنا بس أبغى أنبه لشغلة إنه ارتفاع فاتورة الأجور للقطاع العام في الميزانية ليس له علاقة بموظفين الحكومة. موظفي الحكومة عددهم خلال 4 سنوات لم يرتفع. أنا أعتقد يعني هذه لها علاقة أكثر شيء بالأجهزة العسكرية والأمنية. ارتفعت الوظائف المرتبطة بتشغيل أعداد كبيرة في هذه الأجهزة وبالتالي ارتفعت الفاتورة. أما الموظفين اللي في الوزارات العادية لا، البيانات تبين يعني من 2006 إلى 2016 ارتفعوا من 75,000 صاروا من 57,000 صاروا 67,000 10,000 وآخر 4 سنوات بعد ما تغيروا. فأنا أعتقد هذه الفاتورة ما لها علاقة بالموظفين. يعني الجانب الآخر الشيء السيء المؤشر وطرقنا إحنا في بياننا إنه المبررات لرفع سعر البنزين لأن سعر البترول ارتفع. يعني الناس سابقا عادة تتفائل لما يرتفع سعر البترول إن بنرجع إلى فترة الراحة. لا، الحين يعني الحكومة تقول إن كل ما يرتفع سعر البترول إحنا بنرفع سعر البنزين عليكم. فهذا يعني مؤشر خطير. والشغلة الثانية أكيد إحنا راح نشوف طبعا مزايدات كثيرة لأن يبدو لي النواب هذه فرصة نزلت لهم من السماء لأن آخر الدور من الانتخابات والكل يريد حل صوته. بس الملاحظة الأخيرة ويمكن إحنا اليوم أيضا طلعنا بيان يا أخو في المنبر ركزنا عليها موضوع إعادة الدعم. هو إحنا نتفق إنه يجب أن تنتهي فترة الدعم المعمم. المعمم إنه يعني اليوم دعم اللحوم يعني اللي يستلم ملايين تروح له 46 دينار واللي يستلم 300 تروح 46 دينار. هذا الشيء يسوي فيها يعني. بدل ما تشيله من صاحب الملايين وبدل ما تودي لها 46 خلي لها 100-150 دينار للفئات اللي هي محتاجة. فإذا يعني اليوم حساب المواطن في السعودية مقسمين المواطنين إلى 5 فئات وطبعا حتى لحد اللي راتبه 2000 ممكن يستلم دعم. السنة لحد اليوم تشمل بس الكهرباء والبنزين لكن خلال 10 الجاية بتصير سلة واحدة بينضاف لها المواد الغذائية. يقسمون المواطن إلى 5 فئات وأيضا حسب حجم العائلة وكل واحد حسب مستوى دخله وحجم عائلته يستلم الدعم. ممكن ناس يوصل لهم التعويض إلى 100% ممكن ناس 80%. فالمفروض يعني هاي تجارب. يعني احنا ما نقول ان الدعم المعمم يجب ان يستمر، بالعكس يجب ان يتوقف ويذهب للمستحقين حقيقة مثل هذا الدعم. شكرا. شكرا دكتور حسن. نعطي للمحاضرين الكلمة الأخيرة وشكرا على تداخلاتكم. طبعا انا اتفق مع الاستاذ علي صالح ان لو نقدر احنا نسوي صيغة نستبدل الدعم بزيادة في الأجور لأن الدعم بالفعل هو شيء سلبي. يعني الدولة التي تتعاطى بالدعم كأنها دولة تشاريتي. يعني لازم تفكر صحيح. أنا أتفق مع الفكرة دي. يعني خلنا تنتج أكثر وارفع أجورها وخلنا صير اقتصاد حقيقي يعني وليس اقتصاد وهمي قائم على الدعم. وهذا الدعم يعني بالإمكان إعادة توجيه ضخة في الأجور. ويعني أنا أتفق مع الفكرة هذه. بالنسبة لكلام أبو ولاء يعني موضوع الحوار الاجتماعي ها أكيد يعني وإحنا في الحقيقة نعاني حتى الآن على صعيد حتى الشركات يعني الحين عقب ما ارتفعت مثلا أسعار البنزين مثلا شركة تعطي علاوة مواصلات 50 دينار الحين عقب ما ارتفعت أسعار البنزين افترضوا عاد النظر على مستوى الشركة حتى في العلاوات يعني وليس على مستوى فقط الحكومة. بس بالفعل في معوقات للحوار معوقات لل يعني في بعض النقابات انا استغرب ان في ظل الظروف مع ذلك قدرت شوي تحرك الوضع. هذا شيء جيد يعني ولكن الاغلب يعني الصعوبات كبيره ما زالت. وفعلا هالحوار داخل الشركات ممكن يكون نموذج يطبق على المستوى
الوطني على مستوى كل الاستحقاقات الأخرى. النقطة الأخيرة اللي أتكلم بعض الأخوان هنا والأخ علي عن موضوع اللجان المشتركة. أنا أعتقد أن في لعبة يصير على النواب، يعني هم حتى النواب لو يفكرون يعني هل هذا من المناسب أن يكون في لجنة مشتركة أو لا؟ لأن أنت مشكلة اللجنة المشتركة تحرمك من دورك كسلطة رقابية، لأنه ببساطة الدولة بتقول لك الميزانية لم توضع، ما وضعناها احنا لوحدنا، يعني انت قاعد ديانا وضعنا. وهذا يمكن لاحظتونا حتى في موضوع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، يعني بدل ما تنفرد الحكومة بالقرار قامت بسلسلة جلسات مع النواب ومع وتعدلت الدستور ثم قعدت اياهم على تعديل القانون، بينما النائب يجب أن تكون رقابته بعدية وليس قبلية، ولا ما لقيني يعني هو مو تنفيذي، يعني هو ما يصير، لأنه إذا قعد لي الحكومة وقعد لي الشورى وتشاور إياه وبعد طلع المشروع خلاص فقد حقه في المعارضة. يعني اللي يحضرون الجلسات المشتركة هم رئيس اللجنة المالية مثلا عبد الرحمن أبو علي، ومثلا الحين صار علي العرادي، ومو ملزومين هم حتى أن يرجعون للنواب ويقول لهم يعني، أو لو رجعوا طيب بعدين لما يطلع المشروع. يعني أنا أعتقد هذا النموذج، هذا الموديل غريب جدا، لأن في كل العالم وظيفة البرلمان أنه يستلم المشاريع وينزل فيها إدانة ومناقبة وكذا، بس إذا صار هو شريك فيها يعني يفترض يكون في نوع من الذكاء بعدم التعامل مع اللجان المشتركة. يعني أنت إذا جات كل حكومة قالت لجان مشتركة قول لي أنا ما لي شغل، أنا نائب، شغلي تشريع والرقابة، أنت قدم مشروعك وأنا أقدم رأيتي على المشروع ده نقدا او قبولا. يعني اعتقد هذا هو اللي لازم يصير. يعني شكرا اخ كريم. والان مع الاخ علي، تفضل. بس يعني تاكيدا لكلامك الاخير اخ كريم، هو اذا لما صار زياده البنزين الاخيره تصدى وزير المجلسين في المجلس وقال لهم هذه الزياده ليش متعجبين انتم موافقين عليها؟ احنا لما ناقشنا برنامج الحكومة أنت وافقتوا، قلتوا إحنا لازم نضخ فلوس من الهيئات، هذه هيئة النفط أكيد الحين جابت لكم فلوس. يعني طبعا هو يخربط بين هيئة النفط وبين الشركة القابضة للنفط والغاز اللي هي فعلا تأخذ الفلوس هذه، فتحجج لأن عمل مشترك فتحجج عليه. الحقيقة بالنسبة ل مسألة الإصلاحات صارت قبل الرؤية، الإصلاحات صارت في 2006، الرؤية صارت في 2008 بعد ما صارت الإصلاحات وبدأ الانقلاب عليها شوي تتقلص، عقب طلعت الرؤية وهي طبعا كلها مشروعات مجلس التنمية، وانت تدرون مجلس التنمية في صوب والحكومة في صوب ثاني، يعني فلذلك هذا ما قاعد تتحقق منه شيء، لأنه ما في جهة واحدة هي متضامنة تشتغل مع بعض، كل واحد تشتغل جهة، فلذلك ما يتحقق شيء منه يعني. فالرؤية الحقيقة لها هدف واحد وبعد يعني يلفت النظر، وهو مضاعفة الدخل البحريني في 2030. يعني الرؤية ما قالت حق الناس إنه مضاعفة دخل البحريني من كم إلى كم، يعني الحين كم أساس يصير في 2030 كم، هذه ما قالت. ولكن في شيء ثاني قالوا إنه الاستراتيجية اللي هي أكبر من الرؤية، يعني الرؤية مثل ما يقولون كم صفحة، استراتيجية أكبر حوالي 100 صفحة، هاي الاستراتيجية تراجع كل 6 سنوات وكل 2 سنين مع الميزانية تراجع، وعلى أساس أن نشوف مثل ما قلت أنا وين النجاحات وين الإخفاقات. لكن ما سمعنا من 2008 لليوم أنه تم مراجعته لا كل 2 سنين ولا كل 6 سنوات ولا كل 10 سنوات. ناس يقال أن الرؤية أو الاستراتيجية تم تعديلها، ولكن سمعنا تم تعديلها، شلون تعدلت؟ من عدلها؟ وشنو التعديلات؟ الحقيقة ما ندري فيها. اللي أنا لاحظته أن النسخ اللي وزعت منها نسخ قليلة جدا جدا، وكثير من المواطنين اليوم حتى مسؤولين ساعات
تقول لهم شفتوا، يقول لك ما شفناه. يعني هل هذا متعمد ان الناس ما تشوفه، انه تسمع في رؤيه وتتغنى به لكن ما تشوفه؟ فلذلك انت شلون يعني شيء ثاني انه مثلا ما رقدت له ورش وندوات على مستوى البحرين من خلال مجلس التنميه بحيث انه يوعي الناس بمضمونه. يعني القليلين اللي عندهم حصلوها هم اللي يتكلمون عنها، والأغلبية تسمع عنها لكن ما في. يعني أنا أتذكر واحد البلدية أنا حاطين يافطة، إيش كبرها ها؟ إحنا نعمل أعمالنا النظافة حسب رؤية، تحكون يعني كل واحد يقول أنا أساس جامل الحكومة مجلس التنمية يقول إحنا كل شيء نسوي حسب رؤية، كل واحد يشتغل حسب رؤية، كل واحد يمشي حسب رؤية بالهذي، وهو يسمى شنو اللي داخله يعني. الحقيقة الرؤية ما فيها لا برامج ولا خطط، يعني الرؤية لها أهداف ولها إنه شيء إنه نوصل له يعني، ولكن ما لها خطط. يعني ما هي الخطة اللي توصلك إلى الشيء الفلاني؟ شنو البرنامج اللي بتتابعه وعلى أساس إن أنت تحققه في تحقق أهدافك؟ ما في شيء. وهذه اللي القصة كان مفروض إنه بعد طلوع الرؤية أن توضع لها برامج وخطط، وتبدأ أنت كل سنتين تقيم هذه البرامج والخطط، مو تقيم الرؤية، تقيم هذه البرامج والخطط اللي هي في مجالات مختلفة. يعني الرؤية تتكلم عن الحكومة، تتكلم عن الاقتصاد، تتكلم في الاجتماع، تتكلم عن حكومة جديدة غير الحكومة الحالية، كل شيء تتكلم عنه الحقيقة بشكل شفاف وقوي. ولكن هذه كلها عناوين، تحت العناوين ما في شيء مفصل. انتوا شفتوا يمكن في الدول الخليج كلها طلعت وكلهم نفس الشيء، يعني حتى السعوديه بالاخير. انا كاتب نقطه هني بس نسيت ليش كاتبها. شكرا شكرا للمحاضرين على هالمحاضرة القيمة، وشكرا لحضوركم، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم.